هذا إثبات السحب من لابليكاسيون كما راكم تشوفوا هنايا. هذا اسم حسابي مرحبا سي اش تيكنو، هنا $1 وهنا تاريخ الإرسال 13 ماي 2022. السلام عليكم خوتي، مساء الخير مساء النور، مرحبا بالجميع، واش راكم؟ نتمنى ان شاء الله انكم بخير وصحه وعافيه. اليوم في هذا الفيديو ساشارك معكم تطبيق ربحي جديد، تطبيق ربحي صادق مع اثبات السحب $1. سحبت هذا $1 في عمل اقل من 10 دقائق، يعني طريقه راهي سهله بالبزاف، طريقه راهي مضمونه باذن الله تعالى، كامل راح نسحبوا من هذا الابليكاسيون. فقط ركزوا مع هذا الفيديو وما تنساوش خاوتي الاعزاء انكم تدعموني بزر اللايك لهذا الفيديو، فضلا منكم وليس امرا. يلا نبداو في شرح هذا الابليكاسيون، يلا بينا. الابليكاسيون اللي راح نحكيو عليها اليوم راح تلقاو الرابط تاعها اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف او في اول تعليق كالعاده. بعد ما تحملوا الابليكاسيون راح تجيكم واجهه يطلب منكم التسجيل اما عبر الفيسبوك اما عبر جوجل، تختاروا الطريقه اللي تساعدكم. انا كنصيحه اختاروا طريقه التسجيل عبر جوجل، من ثم بعد ما تفتحوا حساب راح تجيكم بهذه الواجهه خوتي العزاز. اذا طريقه الربح الاولى من الابليكاسيون تعتمد على لعب الالعاب. من هنا كما تشوفوا هنايا كاين بزاف العاب، يعني تلعبوا فقط العاب وراح تربحوا نقاط، هذه النقاط هادو اللي هنايا، من بعد هذه النقاط راح يتحولوا الى دولارات. اذا على سبيل المثال خوتي العزاز تخير اي لعبه، على سبيل المثال راح نخير هذه اللعبه هذه هكذا، راح تفتح معك اللعبه بهذه الواجهه، يقول لك على المستوى الاول راح تربح 50 قطعه نقديه، يعني توصل لسكور 20 تارجت سكور، توصل الى 20 راح تربح 50 قطعه نقديه. نكليكي على ستارت جيم هكذا وتلعب خوتي العزاز بهذه الطريقه، ما على باليش كيفاش تلعب، ليسونسيال العاب كامل كما هكذا. يمد لكم هنا شحال لازم توصلوا باش تربحوا باغ اكزومبل 50 قطعه نقديه، من بعد في المستوى الثاني راح تربحوا 100، المستوى الثالث راح تربحوا باغ اكزومبل 150، وهي هكذا. هذه بالنسبه لطريقه الربح من الالعاب، من بعد تحولوهم الى دولارات، يعني راح يتجمعوا معكم هنايا من بعد تحولوهم الى دولارات. اوكي خوتي العزاز، بالنسبه للطريقه الثانيه نكليكيو على اكتيفيتي من هنايا بيك نمبر هكذا، راح نشاهدوا اعلان دقيقه فقط يفوت الاعلان نرجع لكم. اذا خوتي العزاز بعد ما يفوت الاعلان راح تجيكم هذه الواجهه، يقول لك اختر ارقام، واذا حتى يعني كنت من المحظوظين وجا الرقم تاعك من بين ارقام الفائزين راح تربح مبلغ مالي لاباس به خوتي العزاز. انا راح نخير بالزهر هكذا ونكليكي على سابميت هكذا، سابميت سيبو خوتي العزاز. اذا حابين نتوما تزيدوا ارقام واحد اخرين تكليكيو من هنا على بينك نمبرز اوكان، يعني تزيدوا ارقام هنايا، لازم تشاهدوا فيديو باه تزيدوا رقم، من بعد تزيدوا تشاهدوا فيديو باه تزيدوا رقم، على الاقل يكونوا عندكم ارقام كثيره باش يكون عندكم يعني يظهر اكثر باش تربحوا مبلغ بالي لاباس به. انا خوتي العزاز ما راحش نشاهد فيديو واحد اخر باش يكون فيديو قصير ونفهمكم في طريقه الربح من الابليكاسيون. اما الطريقه الثالثه اللي ربح من هذا الابليكاسيون واللي نشجعكم بزاف عليها خوتي العزاز، واللي هي تنفيذ العروض. راح نمد لكم واحد العرض تنفذوه في اقل من 10 دقائق، في اقل من 10 دقائق راح نجمعوا به اكثر من $1 كما انا جمعت به $1.58 وسحبت $1. راح نجمعوا اقل من راح نجمع $1 في اقل من 10 دقائق بطريقه سهله جدا 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 جدا، فقط ركزوا معايا وراح تقدروا كامل انكم تربحوها. اسكو يقبلها بايبل مفاعل، عفوا اسكو يقبلها بايبل غير مفاعل، ما على باليش خوتي العزاز، انا بايبل تاعي راه مفاعل ولا كسبتي جميع المدفوعات. اما الناس اللي عندها بايبل غير مفاعل ما على باليش اسكو راه يكسبتي ولا ما يكسبتيش. اوكي اذا اول حاجه واش ديروها، تاكتيفيو في بي ان على دولت الولايات المتحده الامريكيه، اللي ما يعرفش في بي ان يكتب فقط في بلاي ستور في بي ان، راح يجيو بزاف لي في بي ان، ينستالي اي ابليكاسيون تاع في بي ان ويكتيفيها على الولايات المتحده الامريكيه. هذا ما كان خوتي العزاز، واش الفايده باش لابليكاسيون هكذا راه يحس ولا راه يعرف باللي نتوما راكم تخدموا الولايات المتحده الامريكيه، يعني الفايده منها تغيير الاي بي ادريس تاعكم، تغيروا الادريس تاعكم في لابليكاسيون، يعني لابليكاسيون راه يعرف باللي راكم من الولايات المتحده وليس من الجزائر او المغرب او تونس او الامارات او مصر او اي دوله واحده اخرى، فهمتوا علي؟ اوكي بعد ما تاكتيفيو الفي بي ان تدخلوا لابليكاسيون عادي وتكليكيو على جيفت من هنا. جيفت هذه خوتي العزاز خاصه بالعروض، من بعد واش ديروا تحوسوا على العرض هذا، العرض لتحميل
فارو بنك، هذا خالتي العزاز، هذا العرض بدات تحوسوا عليه، راح نتصيبوه هنا منين دخلنا درك. بعد ما تاكتيفيو الفي بي راح نتصيبوا هذا العرض خالتي العزاز هنايا، راهو يمد نقاط بزاف. شوفوا معايا هو العرض اللي راني نفذته، انا نفذته هو بدات فارو بنك، نفذته في اقل من 10 دقائق، ربحت 408000 نقطه. تصوروا معايا شحال كم النقاط اللي تربحوه من هذا العرض فقط، يعني نفذته في اقل من 10 دقائق، شوفوا شحال ربحت من نقطه، وهي اللي كسبتني 1.58 دولار. اوكي، اذا خاوتي العزاز طريقه تنفيذ العرض راهي سهله بزاف. اول حاجه ديروها كما قلت لكم انكم تاكتيفيو الفي بي ان على دوله الولايات المتحده الامريكيه. من بعد خاوتي العزاز راحين تروحوا الى مكان تنفيذ العروض داخل الابليكاسيون وتحوسوا على عرض فارو بنك، هذا العرض خاوتي العزاز. من بعد راحين تحملوها، يعني راحين تكليكيو على العرض، راح ديريكتوم يوجهكم الى تطبيق بلاي ستور باش تحملوا هذه الابليكاسيون. عند التحميل ركزوا معايا، عند تحميل الابليكاسيون تاع فارو بنك طفيو الفي بي ان، يعني كيوجهكم ديريكتوم للبلاي ستور طفيو الفي بي ان وحملوا هذه الابليكاسيون. بعد ما تحملوها خاوتي العزاز كي تدخلوا ليها، دخلوا ليها بالفي بي ان امريكي، يعني دخلوا ليها بالفي بي ان وفتحوا فيها حساب. بعد ما تفتحوا فيها حساب وتكون فيرميوه ديريكتوم راح يديفولكم النقاط داخل الابليكاسيون، هذا مكان. اذا دوك نوري لكم طريقه فتح حساب، راح تفتح معكم الابليكاسيون بهذه الواجهه، وما تنساوش انكم تدخلوا ليها بالفي بي ان. من بعد تكليكيو على اي دونت هاف اون اكاونت، هكذا هنا راح يضموندي منكم ايميل ادريس، راح ندخلوا اي ايميل ما يهمش، انا راح نكتب بار اكزومبل هكذا خاوتي العزاز اي ايميل، يعني ما يهمش هكذا. هنا يضموندي منكم بالنسبه خاوتي العزاز الايميل لازم تكتبوه من الاول الاخير، يعني ما متخرج لكم يقترى عليكم ايميل يعني في جيميل عندكم يعني في التليفون ما تكليكيوش، يعني كملوها كملوا كتبوه نتوما هكذا باش ما يخرج لكم حتى مشكل. راح نكتب الجيميل هكذا خاوتي العزاز، هنا رقم امريكي، راح نخلي لكم خاوتي العزاز هذا رابط هذا الموقع اللي راح يعطيكم ارقام امريكيه، ارقام امريكيه مجانيه، راح تختاروا الرقم اللي يساعدكم. المميز في هذا الموقع انه يعني يضع ارقام جديده، يعني كل خطره يحط ارقام جديده، راح نديو هذا الرقم نكليكيو عليه فقط راح يتكوبا هكذا، راح نكليكيو عليه هكذا خاوتي العزاز نكوبيوه من هنا بهذه الطريقه كوبي. واش نديرو؟ نرجعو خاوتي العزاز لابليكاسيون باش نكملو التسجيل فيها ونديرو الرقم هنايا بهذه الطريقه. بالنسبه للباسورد خاوتي العزاز ما تهمش اكتبوا اي باسورد، انا على سبيل المثال راح نكتب هكذا لا يهم، يعني باش نشرح لكم برك بهذه الطريقه. من بعد من هنا على وافق على الشروط هكذا اي اجري، تهبط تحت وتكليكي على ليتس جو. نتمنى ان شاء الله خوتي العزاز انه الشرح يكون مفهوم، لاني راني نشرح بكل تبسيط يعني باش كامل تفهموني بحول الله تعالى. من بعد هنا راح يقول لك اونتري كود، راح يبعث لكم واحد الكود في الرقم الامريكي، ترجعون للموقع. من بعد واش ديروا؟ تكليكيو على ريفرج باج من هنا، يعني تحديث الصفحه، راح نصيبوا باللي بعث لكم هنايا كود كما راكم تشوفوا. هذا الرقم ازيور فارو فيريفيكاسيون، يعني هذا الرقم هو اللي خاص بالتطبيق تاع تاع الفارو فارو بنك. اذا خاوتي العزاز نكوبيوه من هنا كوبي ونرجعوا لابليكاسيون وين نديروا هذا الكود هنايا. بعد ما نديروا الكود هنا نكليكيو على نيكست وسيبوا هكذا نكونوا كونفيرمينا الرقم تاعنا. الان تجينا واحد الخطوه خلاف يقول لك راح نبعثوا لك رساله في هذا الجيميل، واش دير؟ تكليكي على اونتري كود من هنا وراح تستنى الكود اللي يبعثوا لك في هذا الجيميل اللي دخلتيه، يعني لازم الجيميل يكون عندك في التليفون يكون صحيح باش تلقى هذا الكود اللي يبعثوا لك في هذا الجيميل. اذا دونك يوصلنا الكود كما راكم تشوفوا هنا، راه وصلنا الكود ها وين هو 589 3 اصفار كما راكم تشوفوا هنايا 589 3 اصفار. حابو ندخل لكم الجيميل هكذا باش تشوفوه، ندخلوا الجيميل ما كيحتموش ها وين هو خاوتي العزاز 589 3 اصفار. اذا نرجعوا لابليكاسيون باش نكتبوا هذا الكود 589 3 اصفار بهذه الطريقه. من بعد نكليكيو على نيكست. نتوما خاوتي العزاز ما تنساوش انكم كي تكونوا في التسجيل ما تنساوش انكم لازم تكونوا مفعلين الفي بي ان، يعني ضروري انكم لازم تكونوا مفعلين الفي بي ان. انا مانيش مشغل الفي بي ان لانني سيبو راني ديجا نفذت العرض وراني ديجا تلقيت النقاط تاعي، انا فقط راني نشرح لكم في طريقه التسجيل. نتوما في التسجيل اكتيفي والفي بي ان على دوله الولايات المتحده الامريكيه، هذه نقطه مهمه جدا جدا جدا. طفيو الفي بي ان فقط وين
كيوجهكم للبلاي ستور. يعني بعد ما تكليكيو على الارض ويوجهكم للبلاي ستور طفيو الفي بي ان، حملوا لابليكاسيون وعاودوا شعلوا الفي بي ان من جديد وسجلوا فيها. هنا خاوتي العزيز راح نكتبوا فيرست نيم، اكتبوا اسم اي اسم ما يهمش، هكذا هنا لاست نيم اي اسم بعد خاوتي العزيز ما يهمش. واش ديروا؟ خيروا بار اكزومبل ماركتينغ بهذه الطريقه. هنا الكونتري خيروها خاوتي العزيز، ديروها يونايتد ستيت، يعني بعد ما تكونوا ماكتيفين الفي بي ان على يونايتد ستيت ديروها يونايتد ستيت وكليكيو على نيكست. من بعد راح يجيب لنا لهاد الواجهه. هاد الواجهه راهي سهله بزاف، دك نتوما تشوفوها تقولوا لي كيفاش نعمروها، سيتي ستيت زيب كود، يعني كلش تاع امريكا. واش ديروا؟ تكتبوا هنا في الاولى هكذا 222 وتكليكيو على اونتري. شوفوا معايا 222 ديريكتوم يجيكم اختيارات، خيروا اي اختيار، نيويورك نيويورك، بوكلين شيكاغو. على سبيل المثال راح نخير انا الاولى هكذا. بعد ما تخير اي وحده ديريكتوم يتعمروا معك معلومات كامل كما راكم تشوفوا هنا. اذا كتبوا 222 كليكو اونتري راح يجيكم خيارات، خيروا وحده يتعمروا معك معلومات كامل اوتوماتيكيا. من بعد كليكيو على نيكست هكذا خاوتي العزاز. من بعد نكليكيو على كونفيرم من هنا نيكست هكذا. هنا خاوتي العزاز هذا الرقم، هذا الرقم كيفاش راح تكتبوه؟ راح تكتبوه من 1 ل 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هكذا. هنا تكتب تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد سهله، تجي هنايا تختار على سبيل المثال اي تاريخ زيادة 1995 جوان بار اكزومبل 17 هكذا نيكست سي بون. هنا راح تكليكي من هنا اي وانت من هنا سيبو خاوتي العزاز. هذه الخطوه الاخرى تهبطوا هنا لتحت خلاص، تكليكيو على هذه تعلموا على هادو كامل، من بعد تكليكيو على ابلي وهكذا سي بون كملتي هاد العرض. يعني بعد ما تكملوا العرض راح تستناو حوالي 10 دقائق تدخلوا لابليكاسيون تاعكم وتلقاو سي بون بلي حسب لكم النقاط. يعني سي بون هكذا بهذه الطريقه يحتسب لكم النقاط بشكل عادي. من بعدها واش ديروا؟ سواء يقبل لكم الكونت سواء ما يقبلش عادي، كما انا واحد من الناس ما قبلليش الكونت تاعي وتحسبوا لي النقاط. يعني تسجلوا فقط، ما تنساوش انكم فقط تحملوا الفي بي ان. من بعد راحين تجيو لهنا راحين تكتبوا يعني معلومات اللي سجلتوا بهم، على سبيل المثال هادو هما معلومات اللي سجلت بهم، وراح دير لوجين ما يدخلش معاك عادي خاوتي العزاز. المهم راك قمت بجميع الخطوات، راك دير الرقم راح يجيك بهذه الطريقه بهذه الواجهه عفوا نورمال عادي ما كاين حتى مشكل، سواء يقبل سواء ما يقبلش. فقط ركزوا على حاجه واحده وهو انكم تسجلوا فيه باستعمال في بي ان امريكي. هذا ما كان، راح نخلي لكم رابط الموقع اللي يمد لكم ارقام امريكيه، وراح نخلي لكم زاده رابط تحميل التطبيق الربحي اللي شرحناه قبيله اللي سحبت منه هذا خاوتي العزاز. راح نخلي لكم زاده الرابط الخاص به باش تحملوه، رابط مباشر طبعا. طبعا طريقه التسجيل راح تكون اما عبر جوجل اما عبر الفيسبوك. من بعد ما يتخلص الابليكاسيون وتسجلوا فيها تيليشارجيو اي في بي ان بلاي ستور، شغلوا على الولايات المتحده الامريكيه وجيو لهنايا الجيفت لهنا وحملوا هذا العرض تاع فارو بونك وقوموا بالخطوات كما قمنا بها في هذا الفيديو خاوتي العزاز باه يحسب لكم النقاط تاعكم. طريقه تحويل النقاط الى ارباح راح تحول اوتوماتيكيا، يعني كون تجيو لهنايا لهذا الحرف هذا، كون تجيو لهنا نروحوا الاكشنج راح تلقاو هنا بعض المعلومات يقول لكم متى تحول النقاط وكيفاش راح تحول النقاط، يعني النقاط بدون المساس منكم. بعد ما يحسب لكم العرض تاعكم اوتوماتيكيا راح تحول النقاط تاعكم كما راكم تشوفوا هنا، النقاط تاعي تحولت اوتوماتيكيا 412.999 نقطه، 412000 تحولت اوتوماتيكيا 1.38 دولار. ونسيت ما قلت لكمش على حاجه، بعد التسجيل في الابليكاسيون مباشره يمد لكم 0.20 دولار مجانا. اما طريقه السحب تكليكيو من هنايا على هذا الدولار وراحين تكتبوا هنا جيميل بايبل الخاص بكم، وهنا تكتبوا ايضا نفس الجيميل وتكليكيو على ويدرو. بالنسبه للسحب اللي تسحبوه هي تحدث، يعني ما تبقاوش تقدروا تسحبوا نفس السحب. يعني انا سحبت 1 دولار، الخطره الجايه نقدر نسحب 2 دولار وطلع، ما نقدرش نسحب 1 دولار، فاهمين عليا؟ اذا هذه هي الابليكاسيون خاوتي العزاز، اتمنى ان شاء الله انه الشرح يكون لا تنسوا بزر لايك للفيديو وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.